الله يسعد مساكم بالخير، يعطيكم الصحة العافية. ناس كثير قبل سألنا يا جماعة، هذا السدر التفاحي ما شاء الله سلطنة عمان، هنصور لكم في 20 يناير 2022. زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه غزارة المحصول، وما شاء الله قوة تحميل الشجرة شيء صراحة خيال وشيء ممتع. واتمنى الناس تستفيد يا جماعة من الحدائق والطرق، تزرع سدر، تزرعوا سدر يا جماعة، وشجرة مفيدة كفاكهة وكأوراق وكحتى غصون، هذه كلها تدخل في الصناعات، وأيضا النحل يجني منها أفضل وأندر وأغلى أنواع عسل بعالمنا العربي، وهو عسل السدر. تحياتي للجميع، وأتمنى يكون الناس استفادت يعني من الفيديو، ونتمنى يا جماعة أن تتابع صفحتنا، تنشر الفيديو على أوسع نطاق بحيث يتم الفائدة للجميع. شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق. ما شاء الله، هذا يا جماعة الثمار، يعني الثمان حبات بيصلوا له وزنهم كيلو. شكرا لكم.